تخيل انك انولدت ببلد، درست وعشت وكبرت فيه، وبيوم تغير النظام وصار لازم نصفيك بسبب دينك. نحن حاليا بالمكان يلي انقتل فيه هتلر. Because of this Berlin Wall, you're gonna read anywhere from between 136 to 140 people lost their life here. والجرائم اللي صارت موجودة كلها هون. في معلومات كتير تم تدريسنا إياها بشكل خاطئ عن الحرب العالمية والحكم النازي والمذابح اللي صارت بحق اليهود. برلين مرتبطة بالحرب. اليوم رح أعرض لك بهذا الفيديو كيف كانت برلين قبل وكيف صارت بعد الحرب وليش هي حاليا أهم عواصم أوروبا. خلينا نوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من الإعجابات قبل ما نبلش رحلتنا مع بعض. ماي فريند، إذا أجيت على برلين حلو إنك تزور مكان ما بتقيم المستشارة الألمانية وتروح تزور البرلمان الألماني وتطلع على القبة وتشوف أكثر الأماكن السياحية، بس في شغلات مهمة لازم تعرفها عن هاي المدينة، بالأخص الشغلات التاريخية. برلين مرتبطة بالحرب. مع نهاية الحرب العالمية الثانية خسرت ألمانيا الحرب أمام الحلفاء اللي هن الاتحاد السوفيتي، أمريكا، فرنسا وبريطانيا. تمت مهاجمة الجسور، القطارات، حتى القرى الصغيرة، وبرلين نالها النصيب الأكبر من الهجوم بحيث تحولت لركام. حتى الطيارين لما كتبوا لأهلهم وصفوا دمار برلين بيوم القيامة. طبعا زيارة برلين مو لازم تكون دائما مرتبطة بالحرب وذكريات الحرب والانفصال اللي صار بين الشعبين، لا، في مناطق كمان كتير حلوة. في عدة أماكن سياحية ممكن تزورها غير كاتدرائية برلين والمسرح تبع برلين. في شيء اسمه جزيرة المتاحف، لو انت من محبين التاريخ ممكن تجي على هاي الجزيرة وتروح على متحف البيرغانوم. هنيك بتشوف كل الآثار العربية المسروقة منها ومحطوطة هون بالمتاحف، مثلا مثل آثار بابل. وفي عندك متحف مصري كمان ممكن تروح له وتشوف كمية السرقة اللي صارت من أيام الاستعمار لحد الآن. بعد خسارة الحرب وسيطرة الحلفاء على ألمانيا، تم اغتصاب مليونين امرأة على يد الجنود الفرنسيين، الإنجليز، السوفييت والأمريكان، وصار في 20 مليون طفل يتيم الأب أو الأم، عدا عن نص مليون ما بيعرفوا وين أهلهم. بس هذا ما كان كل شيء، لأنه الدول اللي كسبت الحرب قررت أنه تقسم ألمانيا ما بينها. The western area, this is the eastern area here, there's Berlin, half of Berlin is capitalist, and so you just flip the French and the English and you can see that here. الجدار هذا يلي انبنى ب 1961 وكان فاصل بين برلين الشرقية والغربية، يعني هنيك كان القسم الشرقي من برلين وهون هو القسم الغربي. وأنا حاليا متواجد بأخطر زون، هاي المنطقة كلها كانت حقول ألغام، الناس كانت تحاول تشط من هذا الطرف تجي لتقطع على الطرف الثاني على ألمانيا الغربية، وهنيك هو القسم الغربي من ألمانيا مطرح ما كانت الناس بتحاول تروح، لأنه القسم الشرقي كانوا كتير فقراء وكانوا السوفييت هن اللي حاكمينه. القسم الغربي كان محكوم من الأمريكان، من البريطانيين والفرنسيين اللي هم الحلفاء. وهذا أدى إلى انقسام ألمانيا إلى شرقية وغربية، السوفييت بيسيطروا على القسم الشرقي وبقية الحلفاء بيسيطروا على القسم الغربي. خليني أوصف لك كيف كان الجدار بعد تقسيم ألمانيا. تقنية جدار برلين هي كالتالي: أول شيء لازم تتخطاه هو الجدار، بعدها بتوصل لنقطة الحرس اللي بيكون فيها موجود عسكريين على طول الحدود، وفي منها كل 200 متر نقطة. العائق اللي بعده هو السلك الشائك يلي بحال لمسته من أي مكان رح يعطي إشارة لبرج المراقبة يلي بدوره بيعطي إشارة للعساكر اللي موجودين على الخط. وبحال تخطيت الجدار زائد العساكر، بيجي عندك حواجز حديد لتوقف أي محاولة عبور للأشخاص أو سيارات، مع حقل ألغام وكبل إنذار ليلي بحال لمسوا أي حدا بيضرب ضوء أصفر أو أحمر حسب الخطر. بعد هذا كله بيجي السجاد المسماري اللي كان يسمى وقته عشب ستالين، وطول كل مسمار فيه 14 سنتيمتر. وغير كل هاد في سلك موصول على روبوت يضرب نار عند اللمس. ولو خلصت كل هاي العوائق بيضل عندك العائق الأخير واللي هو جدار برلين يلي طوله أكتر من 3 متر ونص، وموزعين على طوله أكتر من 12,000 عسكري جاهزين لقتل أي حدا بيحاول يهرب. So yeah, that's the neutral zone. We right now are on the west side here of the old Berlin. If you guys would cross the street, we can see the neutral zone. So you're gonna
I mean, they're going to get you here in the middle. And so because of this Berlin Wall, you're going to read anywhere from between 136 to 140 people lost their life here in Berlin because of these, you know, neutral zones. And Ida Zikman is the first woman or the first person to lose her life because of this Berlin Wall. And so you see, she died on the on August 22nd, 1961. And so the police were trying to arrest her, and she ended up jumping out of the window out of her apartment here on Bernauer Straße. فريدا شولز، السيدة اللي عمرها 77 سنة ويلي حاولت تهرب من شباك بيتها لما بدأت عناصر الشرطة الشرقية تخليها عندها فوق، والشرطة الغربية حاولت انه تاخدها لقلها من تحت، وقدرت بالنهاية انه تقطع على ألمانيا الغربية. فهاي كانت منطقة كمان كلها حقل ألغام، وفي هون مثل ما شايفين هاي أضوية قديمة كانت موجودة، وكان في كمان أسلاك شائكة وحاطين كتير طرق تانية لحتى يمسكوا العالم. والحيط مثل ما ذكرت قبل طوله 140 كيلومتر. رايحين هلا على منطقة كانوا الناس يهربوا منها، كانوا يحفروا خنادق، يبتدعوا طرق جديدة لحتى بس يخلصوا من حكم السوفييت بألمانيا الشرقية. بعض الأحيان كانت الناس العائلات أيام ما كان لسه الحيط مو كتير عالي، فكانوا يرفعوا الأولاد، يأخذوا الأولاد يخلوهم يشوفوا أهاليهم بالطرف الثاني من ألمانيا. يعني الأم تأخذ ابنها وترفعه على سلم أو على شيء لحتى الأب يشوفه من الطرف الثاني. هاي الصورة اللي وراي لكونراد شومان، واحد من الجنود يلي كانوا بيخدموا بألمانيا الشرقية وهرب منها، وأخذوا له هاي الصورة وهو عم يهرب. هذا السياج الحديد بيمثل جدار برلين واللي مخلين حتى جزء منه لحد الآن. وبالوقت الحالي من أسهل الأشياء اللي بتحسن تساويها أنك تعدي الجدار، لأنه ما ضل جدار من الأساس، انهدم الجدار. بس تخيل معاي صعوبة الموقف لما أنت تكون عيلتك بجهة وأنت بجهة تانية، وما تحسن تشوفهم ولا يحسنوا يشوفوك، وممنوع أصلاً أنك تفكر تتخطى هاي المنطقة. هذا المكان اللي عم بمشي فيه أنا حالياً كان كله حقول ألغام. بدأت الناس تحاول تهرب من ألمانيا الشرقية على ألمانيا الغربية عن طريق الأنفاق يلي حفروها في هذا المكان. كتير أنفاق انحفرت بين المنطقتين لحتى الناس تقدر تهرب من المنطقة الشرقية على الغربية، وبالأخص بهذا المكان برناوا شتغاسة، يعني شارع برناوا. كل ما بتمشي شوي بالشارع بتشوف هاي العلامات يلي بتدل على أنه هون في نفق، هون كانت الناس تهرب على الجهة الثانية. عمار صوت اقسم بالله علينا طلعوا على قبر بالله لسه واقفين ماي فريند. نزلنا هلا على قطار الانفاق لانه عن جد الشرطه لحقوني، بس قدرنا انه نخلص منه. اتوقع كانوا راح ياخذوا الدرون او راح يسوي لي شيء مشكله. طيرت الدرون، فقدت السيطرة على الدرون، ما بقى أتحكم فيها. شكله هون لأنه ممنوع، منطقة يعني شوي صعب التصوير فيها أو ممنوع التصوير فيها، صرت أنا أتحكم بالدرون وفي حدا يتحكم تاني. يعني ما بقى أحسن أتحكم بالدرون، أنا أنزلها الدرون تطلع لفوق وتتجه بغير اتجاه وأنا أجيبها لعندي. تقريبا قربت العشر دقايق وأنا عم بحاول أني أرجع أسيطر على الدرون لحد ما وأخيرا قدرت أرجعها. حالياً نكمل الجولة السياحية بقى هيك بنفس، راح نروح نكمل مشوارنا، ما بقى يطير الدرون. راح نكمل مشوارنا هلا على تشيك بوينت شارلي. تشيك بوينت شارلي كانت نقطة تفتيش لخلق حدود رسمية بين الشرقية والغربية، وكانت تحت إدارة أمريكية. على الجهة الثانية كانوا طبعاً السوفيات، والنقطة هي بالضبط مثل ما شايفين مطرح ما أنا مسترخي وعم بحكي. طبعاً هون الشيء المضحك، لحتى تروح على ألمانيا الغربية أو الشرقية بدك تأخذ فيزا، مع العلم انه انت مواطن الماني. تجي بتاخذ فيزا يا اما من السوفييت يا اما من الامريكان. قرب ماي فريند مشان ما تدعسنا التاكسي. هون كانوا متمركزين السوفييت بالدبابات، حاطين هون كان تقريبا 10 دبابات، وبمواجههم بالجنب الثاني كمان 10 دبابات من طرف الامريكان. وهاي هي النقطه يلي شفناها قبل شوي هنيك. يوم 9 من شهر 11 عام 1989 حطم جدار برلين عن طريق خطأ من أحد السياسيين الألمان بهذاك الوقت. أرى الورقة بالغلط أنه لازم ينفتح جدار برلين، لأنه كان بوقتها في أزمة كبيرة بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. طبعاً بعد سنة من تهديم جدار برلين عام 1990 بلشوا الرسامين والفنانين يجوا على برلين ويرسموا لوحات جرافيتي على هذا الجدار وحولوه لإيست سايد جاليري، يعني لمكان فني. ماي فريند، بما أنه نحن على الإيست جاليري، شو رأيك أفرجيك أهم صورة واكثر صوره مشهوره للجرافيتي اللي موجود هون؟ يا عيال ابيحه امشي امشي اتفرج على الاباحه. ها نروح على منو؟ على ما بيتسمى ماي فريند،
معلومة بسيطة، هاي الشغلة اللي أنا وكثير من الناس ما كنا نعرفها لحد ما وصلنا لهون. وقت اللي جينا قلنا لهم لك إيه أنت عندكم هتلر، مو طلعت مسبهة إذا بتقوله لواحد هذا الكلام، بيطلع يعني بيكرهوه كره العمى، وهن بالنسبة لهم يعني هذا هتلر يعد عار بالنسبة لتاريخ ألمانيا، مشان هيك ما بيحبوا حتى حدا يذكر اسمه بالشارع. وإذا خطر عبالك أنت وسويت الإشارة اللي ياهي بتتخالف، بتمسكك الشرطة وبتتخالف واحتمال حتى أنه تنسجن. رابع شباب، فمشان هيك نحن مفكرين أنه هو شغلة عظيمة وقائد وإنسان أنجز يعني لألمانيا، هون بيكرهوه. لا تقول لولا ألماني سيرته، لا تجيب لولا ألماني سيرته، ولا تقول اسمه. ماي فريند، هذا الأوتومبيل اللي شايفه قدامك هو أكثر سيارة كان مستخدمة فردي أنا، كانت مستخدمة بهذاك الوقت، فلهيك يعني تعتبر مثل أنه رمز برليني معروف. وبتحسن ماي فريند إذا عبالك أنك تأخذ مشوار فيه، ولكن بتكلف 49 يورو. أخذ الكمار وحسن لك. شايف هاي النقطة هون الفاضية؟ لك تيك توك مين؟ يوتيوب، فيديو يوتيوب. حبيبي على راسي. ماي فريند اسمع، شايف هاي النقطة الفاضية هون؟ هذا المربع الكبير له قصة. هذا هون كان مبنى الاستخبارات، يعني هون كانوا يحرقوا العالم، وهون كانوا اللي يعتقل واللي يموت. الو تعرفون غاينو ده؟ اوكي بيرفكت، ثانك يو. فهون كانوا مسوين مبنى للاستخبارات الشتازي اسمهم، وهون كانوا كمان يقتلوا العالم، يعني يحتجزوا العالم ومنهم يموت تحت التعذيب. هذا المبنى الجرائم اللي صارت فيه خلت كمان الالمان يشعروا بالعار، مشان هيك مسحوه من ارضه، ما بدهم اياه ابدا. والجرائم اللي صارت موجوده كلياتها هون على هذا الحيط، حتى بيقولوا انه في جثث كانت موجوده بهذا المكان، الناس اللي انقتلت اللي اغلبهم كمان من اليهود. نحن حاليا بالمكان يلي انقتل فيه هتلر، هذا هو المكان يلي قتل حاله فيه. وهون مطرح ما انا واقف هي الساحة احترق فيها اكبر ديكتاتور، الشخص يلي سبب بقتل اكثر من 20 مليون بني ادم احترق بهذا المكان. هذا المكان اللي وراي هو ملجأ هتلر. هتلر ضل هون ل 105 ايام، وكان كل أشخاص اللي بيثق فيهم من الحكومة تبعيته يجوا ويزوروا بهذا المكان وياخذوا الأوامر منه. هاي كانت نهاية الفيديو، أتمنى أنك تشاركوا على منصات التواصل الاجتماعي. شكراً لك ماي فريند.